واللي نبغي نأكد عليه أمامكم السيدات والسادة النواب المحترمون هو أن رؤية ديالنا للإسكان والتعمير داخلة في التصور العام ديالنا للدولة الاجتماعية، وما يمكنش لنا نديروا الصحة والتعليم ونديروا الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية للجميع ونسمحوا في السكن اللائق لجميع المغاربة كذلك. وبالتالي من خلال توجيهات ديال سيدنا الله ينصره الحكومة خدمة على أساس رؤية متكاملة، والنتائج ديال هاد العامين ونص هي واضحة وكتبين أن هاد الأغلبية عندها رؤية واضحة في جميع القطاعات وفي جميع الأوراش. وبالنسبة لهذا المجال ديال الإسكان، الحكومة كانت عندها بعض ديال الرهانات أساسية. أولاً الرهان الاجتماعي، بغينا جميع المغاربة يكون عندهم سكن لائق ديالهم كيحترم الكرامة. ثانياً الرهان الاقتصادي، كما كتعرفوا واحد القطاع اللي عاش أزمة مع الكوفيد والركود الاقتصادي واللي كيشغل يد عاملة حوالي 1 مليون منصب شغل، وبالتالي كان ضروري نحركوا المنعشين العقاريين والمقاولات الصغيرة لخدمة في القطاع. ثالثا نكملوا مسار العدالة المجالية والاجتماعية باش الناس ديال العالم القروي كذلك يستفدوا من سكن يعني يكون مزيان وقريب ليه المرافق الضرورية. رابعا التعمير، وخصوصا أن بلادنا عندها رهانات وتظاهرات كبيرة اللي خصنا نكونوا في المستوى وتكون المدن ديالنا في واحد الجمالية اللي كتخلينا جميع نفتخوا ببلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.